لنا ان اليوم مباراه يعني هي المفتاح كما قلتي، يعني فريق وفاء وداد تفوق اليوم اداء ونتيجه، يعني القراءه ديالك مجرد اللقاء. انا اللي بغيت نقول بعدا اللي كان مهم بزاف هو التحكيم، التحكيم يعني كان في المستوى الكبير بغض النظر على ليكيب اللي لعبنا معها، فريق تيلعب الكره، فريق ما كاينش شي لعب ديال العنف، واخا اللياقه البدنيه ديالهم شويه قويه على اللاعبين ديالنا لان الدري ديالنا شويه مازالين باقيين صغار كيف تنقولوا، ولكن المباراه في حد ذاتها كانت كاع القراءه كلها كانت مجمل القول، كلنا كانت قراءه في المستوى الكبير لان الدراري كانوا حاسين بالمسؤوليه في هذه المباراه، لان كنقولوا ماشي الانطلاقه ديالنا ولكن ناخذوا شيء اما من الثقه في النفس، هذا هو اللي هذه المباراه اليوم كان الشعار ديالها هو باش ناخذوا الثقه في النفس باش نعرفوا نجيريو المباراه اللي باقيين ديال الشطر الاول من البطوله، وفي اعتقادي على انه الشطر الثاني ديال البطوله غنكونوا واقيلا في احسن حال. شكرا لك. نعم.